ما الرسالة التي أرادوا إيصالها بهذه الطريقة، طريقة حرق وقفص ثم جرافة، يعني تهدم وترسل الحجارة بالطريقة البشعة تلك يعني اللي قرأناها؟ يعني اسمح لي قبل أن أفصل حتى لا يفهم رسالتي أني أتعاطف في قتل طيارنا الأردني. يعني أولا أقدم تعازي الحارة لعشيرة الكساسبة كلنا هذا، من محافظة الكرك، وبخاصة والبرارشة بشكل عام، نعم، ولكل أبناء الأردن على فقيد الأردن الطيار معاذ الكساسبة. ولكن أعتقد إذا ما نظرت إلى طريقة تفكير هذه الجماعة تدرك تماما أنهم كل حركة، حتى الرسم بالافتر افكتس او 3 نعم دايمنشن كما نعم يسمى، ثلاثي الأبعاد، التصاميم المتحركة داخل هذا التقرير، كلها لها مضمون إعلامي تريد أن تصل به إلى المشاهد. نعم وأنا أظن أن الرسائل التي أراد تنظيم الدولة الإسلامية إيصالها للحلفاء أولا، نعم للطيارين ثانيا، نعم وللدول العربية والإسلامية ثالثا، نعم وللشعوب العربية والإسلامية رابعا، نعم ولأنصارهم خامسا، نعم في سياق واحد. أنا قلت من خلال ذلك المقطع وجهوا كل هذه الرسائل الخمس. نعم، في آن واحد، نعم لأنه هناك ترجمة في نعم كل الكلمات. هو جاء هذا الفيلم من مؤسسة الفرقان تحت ويشفي الصدور، نعم وبدأوا في بيان، إذا تذكر، كيف أن الحلف الدولي تشكل وأطلقوا عليه بالحلف الصليبي، نعم وكيف تشكل وما هو دور الأردن كون نعم الطيار أردني، صحيح ثم بدأوا بحشد مفاهيمهم حول الولاء والبراء، نعم وحول تقسيم العالم إلى عالم دار إسلام ودار كفر، نعم وأيضا تقسيم النظم السياسية والعربية والإسلامية على اعتبار أنها مرتدة ارتداد الولاء والبراء، لا نعم والحكم، يعني بمعنى لا نعم تطبق شرع الله من ناحية، نعم وارتداد الولاء والبراء في تعاملها وتبعيتها للغرب. نعم هذه الرسالة للنظم السياسية. السياسية نعم. نعم أما الرسائل الأخرى التي أراد التنظيم أن يوصلها في طريقة إخراج هذا القتل البشع نعم والوحشي، أنا أعتقد أنهم أرادوا أن يقولوا لطيري التحالف والأجانب نعم والعرب المشاركين في هذا أن التحالف مصيركم مثل هذا أنكم كما تحرقوننا في طائراتكم بدون طيار، نعم وطائرات الاف 16 والاف 15، ونحن أحياء يحرقوا قادتهم وأنصارهم نعم وعائلاتهم بهذه نعم الطريقة، حينما تأتي الطائرة وتضرب عن علو 25,000 قدم من السماء نعم بصواريخ موجهة ليزرية، نعم يتفاجأ من في السيارة خلال ثواني يتحول إلى نعم دمار وإلى حرق، يعني يتم حرق الجثة صحيح بالآلية بكل شيء صحيح في ثواني معدودة. هذا ناحية. المسألة الأخرى، لما ينزل الصاروخ ويضرب عمارة بها 30 أو 36 امرأة نعم في المكان الذي حرق فيه الطيار الأردني، كما يقولون نعم أنه كان من كتيبة الخنساء ومن أتباع وأنصار هذا التنظيم، يوجد 36 امرأة تم قتلهم حرقا بواسطة طائرات التحالف. نعم فهم أرادوا أن يبينوا أنه ويبثوا الرعب في مجال الحرب المضادة الإعلامية المضادة نعم والحرب النفسية، بأننا سنتعامل في منتهى القسوة مع أي شخص من هذا التحالف، نعم بغض النظر إن كان مسلما أو كافرا أو كفرا أصيلا أو ارتداديا كما يسمونه. نعم لذلك هم قاموا بحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا، على اعتبار أنه صواريخ الطائرات كونه طيار، واستندوا إلى قول الله عز وجل: فعاقبوهم بمثل ما نعم عوقبتم به. الآن من يسمعك الآن وأنت تحلل فعلا، يعني أنا طبعا أنا أعرفك، أعرف تماما أنك رجل خبير وتضع النقاط، لكأنك يعني تناصر داعش أستاذ مروان أو لا، كذا، أنا يعني لا أناصرهم، أنا كما نعم قلت لك يعني أنا تحلل أحلل كيف أحسنت أيضا يفكر هؤلاء نعم تماما. يعني نعم هؤلاء يفكروا ويستندوا إلى تأويلات منحرفة أنا أطلق نعم عليها، لأنه
الفقه الإسلامي والاختلاف فيه سواء كان تتفق مع الأحكام الشرعية في مسألة أو تختلف، نعم. هذا الاختلاف تيسير وسعة للمسلمين، نعم. أما أن تذهب إلى أقصى التطرف وتأخذ بحادثة حصلت في التاريخ الإسلامي، نعم، وتجتزئها توظفها هذا الخلل، هذا الكلام، وربما هذا العلماء الأفاضل يفندون هذا، نعم.